المشروع ديالي كيعتمد على انتاج وتسويق زيت الزيتون للبكر الممتاز 100% مغربيه. كنشكر تجاري فابونك وعدم المقاولات الصغرى في اطار المسابقه ديال انا معاك اللي اليوم كتبرهن على ان كاين واحد الدعم واحد مسؤوليه تجاه المقاولات الصغرى جدا في المغرب. تعاونيات مانو لإنتاج وتثمين المنتوجات الفلاحية، نحن تعاونية نسوية 100%، كنعملوا على المنتوجات ديالنا الوطنية، كنشكروا التجاري وفا بنك في هذا المشروع هذا ديال دار المقاول. كنشكر التجاري وفا بنك على هذه المسابقة ديال أنا معاك، بهذه المبادرة الطيبة اللي تتعاون بها الشباب المقاولات الصغرى باش يخرجوا الأرض للوجود، تنتمناو للجميع التوفيق إن شاء الله.